وسط الأزمات اللي بتعيشها غزة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية، بيجي دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جنب الدولة المصرية في دعم أهالينا في فلسطين. التحالف ده في الحقيقة طلع عدد كبير من القوافل الإغاثية والمساعدات الإنسانية اللي دخلت قطاع غزة. ده أكد طول الوقت أن مصر واقفة جنب أهل غزة طوال الوقت. التحالف ده بيلعب دور وطني كبير جدا في تخفيف معاناة الناس، بيأكد أن التضامن العربي دائما حاضر سواء بتقديم مساعدات غذائية أو مساعدات علاجية. في خضم الأزمات الإنسانية التي تعصف بقطاع غزة، برز التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كذراع حيوي لدعم جهود الدولة المصرية في تخفيف معاناة أهالي غزة، وذلك من خلال القوافل التي أطلقها التحالف، وتم توصيل جميع أنواع المساعدات، مما عزز قدرة الدولة على تخصيص المزيد من الموارد لدعم الشعب الفلسطيني. وأصبح التحالف قوة تعكس التزامها الثابت بالقضية الفلسطينية. وخلال عام مضى أطلق التحالف الوطني عدداً من قوافل الإغاثة التي شملت أشكالاً متعددة من المساعدات، بدءاً من المواد الغذائية والعلاجية وصولاً إلى الأدوية والأجهزة الطبية. كما تضمنت القوافل أطباء من مختلف التخصصات، مما يعكس استجابة فورية لدعم القيادة السياسية وحرص التحالف على تقديم الدعم الفوري للمتضررين في قطاع غزة. ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر الماضي، أعلن التحالف تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأطلق قوافل شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية. كما أكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على أهمية التعاون بين المؤسسات الأهلية المصرية والفلسطينية في تقديم الخدمات الطبية للمرضى من مختلف الفئات، خاصة المرضى من قطاع غزة، مما يعكس التزام مصر الثابت بالقضية الفلسطينية. ولا تقتصر جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على تقديم المساعدات فقط، بل تسهم أيضاً في تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والفلسطيني من خلال هذه المبادرات. وتظهر مصر كداعم رئيسي للقضية الفلسطينية، كما تؤكد على أهمية العمل الجماعي من أجل تحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية. ويعكس هذا الدور النشط روح التضامن العربي، ويعزز مكانة مصر كقوة فاعلة في الساحة الدولية.